اللي بتغطي بجمهور الاهلي متدفي. طبعا طبعا طبعا، ما في زي جمهور الاهلي يا عارف يعني كابتن، ايه متدفي؟ والله ما في زي جمهور اللي الاهلي. متغطي بيكو متدفي. يلا على السوشيال ميديا. الشاشه احنا مش اول حاجه هشتغل يا عم احمد محمد، منور الدنيا كبشوبير والثنائي اسامه وفارس منورين. هل هيتاثر الاهلي ذهنيا بما يدار في الفتره الاخيره قبل مواجهه النهائي بسبب استبعاد كهربا وكذلك ازمه لاعبه الزمالك، وماذا يحتاج كولر فنيا لحصد كاس السوبر المصري؟ هتجاوب بمنتهى السرعه ان شاء الله. انت تاخد اللي بعديه. بمنتهى السرعه الاهلي لن يتاثر، انت اللي اعلنت مشكله الزمالك تاثر على الزمالك مش علينا. كولر محتاج يرجع يلعب بالشكل اللي احنا بنتمنى يكون كان بيجهز الفريق ليه. اللي بعد انزل يا سمسم. هاني ادريس، ده هاني ادريس بيتكلم من اليونان، بيبعت من اليونان، ده من اصدقائنا الاعزاء. الاهلي يمرض ولا يموت، الاهلي مش مرضان يا هاني والله، نام زعلان صحي زاد عشقه للكيان، ده الاهلي وطن. هو كاتب كاتب قصيده شعر يعني. شكرا يا هاني يا جميل. اللي بعد نورة الحكيم، دي من الاهلاويات اللي على تويتر مكسره الدنيا. مساء الخير منورين قناه الاهلي، سؤالي ايه التشكيل المناسب اللي يبدا بيه كولر؟ اختلفنا فيه احنا الثلاثه بس في الاخر رايي انا اللي هيمشي. طبعا يعني طبعا يلا. وكابتن مصطفى شوقي. طيب عمرو منصور، عندي سؤال، ليه ما نلعبش كاس الرابطه باللاعبين المستبعدين مع اللاعبين الشباب اللي متوسم فيهم خير تحت قياده برينجر؟ قول رد يا احمد. هو خلاص دلوقتي خليه لسه ده لسه فاضل له لسه. هو خلاص دلوقتي خلاص تم تحديد كاس الرابطه بعد نهايه الموسم في في حاله نهايه الموسم في مواعيده 30 مايو، وبالتالي النادي الاهلي هيشارك، لان اصلا حتى النادي الغرامات صعبه جدا على اي فريق من الدوري لا يشارك في هذه البطولات. فاتمنى طبعا يكون في تجربه للاعبين الشباب. وعجبني قصه مباريات وديه بعد كل مباراه سمعت تحت قياده برينجر، حتى لو الوقت ضيق لكنه لعيبه ما بتلعبش من حقهم ان هم العالم كله بيعمل كده. العالم كله بيعمل كده. واحنا كنا بنعمل كده. كابتن محمود الجوهري لما جه ماسك مدير فني الاتحاد كان عنده ان هو الدوري ده شيء جميل يعني. اللي بعد احمد الخطاط، صح كده؟ ايوه احمد. مساء الورد على حراس الاهلي، حلوه دي حراس الاهلي يعني، صح. شرف لينا طبعا. لا والله حلو قوي. هل سنرى مباراه الاهلي القادمه مع الزمالك والعين حاجه مشرفه على ما يكون التشكيل السابق تمويه؟ احنا قلنا نتمنى ان التشكيل اللي فات يكون تجهيز لمباراه الزمالك، وان كان ده كان مغامره. مباراه العين صعبه وصعبه جدا. ان شاء الله خير. اللي بعده حسن، هل الاهلي بيعاني من ضعف اللياقه البدنيه، والا فما سبب الارهاق الشديد للاعبين؟ سؤال حلو. هو سؤال حلو بس صعب ان هو يجي في بدايه الموسم، ان النادي الاهلي في بدايه الموسم واول ماتشين بيعاني من ضعف في اللياقه البدنيه. اتمنى يكون ده تمويه معاك على الخط. تمويه ماشي. اللي بعده اشمعنى دلوقتي متاخر يا اللي بعده هشام ديودار، مساء الخير حارس الاهلي كبشوبير وضيوفك اللي منورين الدنيا كلها، ايه رايكم في تشكيل الماتش السابق، وهل مستر كولر هيرجع للسابق ويعدل الدنيا؟ ما احنا بقالنا ساعه ونص ماسكين اسامه هاريين. اللي بعده السلام عليكم، ده ممدوح. السلام عليكم منورين القناه، سؤالي الفارس واسامه. كابتن بلال علام قال في تعليقه على ماتش الزمالك بيراميدز، الزمالك اقبل قلعه رياضيه في مصر، وقال الجزيره قصده الجزيره افضل تسعه في مصر. عايزين رد على كلام علام. انا الحقيقه مش من المدرسه دي بس بسرعه. لا مش هنرد على اشخاص، ولكن يعني فيستون مايلي واسامه ابو علي هدافين الدوري، والجزيره افضل تسعه في مصر، والزمالك افضل قلعه رياضيه في مصر. وجهه نظر. خلينا ناخد اللي بعده. عبد الرحمن محمود، مساء الخير، افضل تشكيل نبدا بينا السوبر البدلاء الخمسه. حلو ده السؤال يا اسامه، يعني مين البديل اللي انت؟ البدلاء بقوا تسعه على فكره مش خمسه. لا ما هو البديل اللي انت شايفه يعني يقدر يكون مؤثر. ما هو لو قفشه ما لعبش اساسي، قفشه افضل لاعب بينزل يغير مجريات الامور. نعم. وماتش نهائي الكاس في السعوديه كان خير دليل. 10 على 10. اللي بعده نجوى صبري، منورين شاشة الأهلي، رأي حضراتكم لو كولر لعب بنفس طريقة سيراميكا، وهل هو ما بقاش عنده حلول أو خطط للعب المنافسين، ولا إيه المنظر اللي شفناه في ماتش سيراميكا، ولسه الصفقات الجديدة مش تلعب وأول ما بتيجي زي باقي الفرق، وليه مش بيلعب رضا سليم وهو لاعب أجنبي جايبينه يقعد ولا إيه؟ هقف عند رضا سليم بس. يلا. أنا من الناس المقتنعين أنا بحبه سليم جدا. نعم. وشايف ان رضا سليم هذا اللاعب جه مكسب الجيش الملكي دوري. نعم. وانا عارف بقول لحضرتك يعني دوري في المغرب هو يعني. اللي جايب دوري بعد غياب سنوات للجيش الملكي. صحيح. اللاعب ده في بدايته مع النادي الاهلي كان معدلاته التهديفيه عاليه. اللاعب ده كان عنده شراسه رهيبه جدا جدا في اللعب على مرمى المنافسين. بعد الاصابه اللي تعرض ليها في الكتف رضا سليم ما رجعش.
بس مش هو بصراحه بيتمرن كويس. انا اتمنى ما اجيش اعلق على التعليق ده الحلقه الجايه، لان لو لعب بنفس التشكيله كابتن هيبقى الموقف صعب قوي. لا نفس التشكيل ايه؟ ما احنا اتفقنا يا ابني. انت تاني انت يا ابني انت مش عايز تكمل معانا كابتن؟ مش هينفع والله تكمل معانا. انا قلت لك ما نجيبوش افلام. انا مش عايز اجي اتكلم الحلقه الجايه اللي بعده. يلا بتاع مقاولات، مساء الخير والمسرات، منورين الدنيا كلها. تفتكروا الزمالك هينسحب زي كل مره ولا هيلعب الماتش؟ انا ارد عليك اقول لك هيلعب الماتش. اللي بعد باهر ربيع. حلو ان والله ان انت حاطط صوره العامري فاروق، ربنا يبارك لك يا رب. رايك في قائمه الاهلي الحاليه سبب تغيير كولر؟ هل يكون مترجمه سبب تغير كولر هل يكون مترجمه وصديق بين بعد وصديقه مترجمه وصديقه بعد الاستغناء عنه؟ والسبب هل الاهلي في حاجه لمحلل اداء عالي على مستوى محمود فايز؟ سبب نقص اللياقه؟ هل كولر مدرب بيحبه ويكره؟ ما دور برينجر سريعا. طيب رايي في قائمه الاهلي الحاليه، قائمه الاهلي الحاليه تفتقد لعنصرين في الجانب الامامي. وجهه نظري احنا بالمناسبه خلاص قبل 25 مش هنجيب لعيب. ما انا احنا بنقول كل ما عرض من اللاعبين لا يصلح، وبالتالي تم التاجيل الى يناير. بقول لك معلومه، ولكن احنا بنقول الراي فقط لا غير. صعب جدا يكون سبب تغيير كولر رحيل المترجم، لانه وافق على المترجم الجديد ويعني اختار بنفسه. الاهلي في حاجه لمحلل اداء عالي على مستوى عالي، يعني انا بشوف طبعا ضم حد جديد السنه دي. طبعا ما ضمه وكابتن محمود فايز طبعا اسم كبير وكان مع منتخب مصر طبعًا. لكن نتمنى نشوف الايه التيم الجديد مع فايز. مش محلل اداء، فايز مدرب في الملعب. مدرب. نقص اللياقه البدنيه والذهنيه للاعيب الاهلي، احنا بس بنتكلم في بدايه الموسم. هل كولر مدرب بيحب ويكره؟ مفيش مدير فني في العالم ما عندوش مشاعر بيحب ويكره فيها. دور برينجر؟ ما دور برينجر ده اللي احنا المفترض نشوفه. هو كان المفروض جايبه عشان اللعيبه اللي بيلعبوا بشكل اساسي. اخر حاجه، وبعتذر والله حقكم علينا يا جماعه، انه يعني انا اسف والله. الهواري، انا اخذت اجازه يعني من العياده مخصوص بدل بكره عشان الحلقه دي يا كابتن شوبير. ده جمهور الاهلي يعني ببساطه يا كابتن شوبير، ده جمهور الاهلي. انا والله ناس قبل الحلقه بتبعت ان هم توقيت عندهم مختلف في الدول المغتربين فيها، وبيكلموا انتوا بتسهرونا بنروح الشغل يتخصم لنا. قلت لهم اي حد هيتخصم له الهواري. فانا قلت لاي حد بيتخصم له بسبب انه بيروح الشغل متاخر بسبب كابتن شوبير، عند كابتن شوبير اسامه هيدفع.